شهر رمضان مبارك سعيد، وكل سنة وأنتم بألف صحة وعافية، وأدام الله علينا وعليكم هذا الشهر بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم أصدقائي الأوفياء ومتابعي فكرة وكولور. والله اشتقت إليكم كثيرا واشتقت إلى تعليقاتكم الرائعة. يعني كما قلت لكم، بسبب الأشغال أغيب عن اليوتيوب، تكون الأشغال كثيرة، أحيانا نشتغل حتى في الليل، فهذا لا يترك لي مجال لعمل مونتاج للفيديو ووضع حلقات على اليوتيوب. وإن شاء الله في هذا الشهر الكريم سوف أحاول يعني وضع لكم بعض الحلقات، وسوف أشارك معكم بعض الأفكار. وبالنسبة لحلقة اليوم سوف تكون هي الجزء الثاني من الحلقة السابقة. سوف أكمل لكم بعض المراحل وأشارك معكم بعض الأفكار لكيفية صناعة مطبخ. أتمنى أن تشاهدوا الحلقة من الأول إلى الآخر حتى تستفيدوا إلى أقصى حد من درس اليوم. في الحلقة السابقة شاهدتم كيف قمنا بأخذ القياسات وقمنا بتصميم هذا المطبخ بالشكل الذي يناسبنا، وقلت لكم سوف ننزل جزء من الخرسانة يعني حتى نجعل مكان للثلاجة. فهذا المطبخ يعني سوف نعيد ترميمه لأنه كان مصمم بشكل مختلف عن هذا الذي سوف نقوم بعمله الآن. واليوم سوف أشارك معكم أيضا بعض المراحل الأخرى مثل وضع الخرسانة أو الرفوف التي توجد في الأعلى، وسوف أريكم مكان الثلاجة كيف جعلناه. لمن لم يشاهد الحلقة السابقة يمكنك الضغط على هذه الأيقونة التي تظهر هنا، سوف تأخذك إلى الحلقة الأولى حتى تفهم أكثر يعني وتستفيد من هذه السلسلة. كما يمكنك الدخول إلى الرابط الموجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذا أردت الشرح. كما تشاهدون هنا، هذه الخرسانة التي قلت لكم سوف ننزل جزء منها، قمنا بإزالة جزء لنجعل هذا المكان للثلاجة، فأزلنا جزء باستخدام المطرقة وقمنا بعمل سيراميك على الجدران. بعد ذلك قمنا ببناء جدار باستخدام الأجور في نفس المكان الذي قمنا بتكسيره لوضع الثلاجة، يعني سوف يكون مكان لوضع الثلاجة هو على شكل صندوق. دائما أماكن الثلاجة نجعلها على شكل صندوق على حسب الاختيار. وقمنا بوضع السيراميك في هذه الأماكن كما تشاهدون في الصورة، وتركنا هذه الأجزاء التي تظهر فارغة حتى نجعل عليها رفوف، يعني سوف تكون على شكل رفوف هنا في هذه الأماكن. فهذا المطبخ يعني هو مطبخ بطريقة مغربية يعني معروفة، يستخدمون فيه الإسمنت أو الأجور أو الدعامات، يعني الإسمنت هي لوضع الرفوف، فيعني سوف نكمله بهذا الشكل. وبالنسبة للمطبخ الذي يوجد في أسفل هذا السكن أيضا سوف أشارك معكم مراحل كيفية عمله. وكما تشاهدون هذه الكابلات يعني من الكهرباء تظهر هنا، سوف ترون دورها يعني وكيف سوف نستخدمها. يعني قد لا تفهمون الأمر، لكن عندما نقوم بوضع الرف يعني سوف تفهمون الأمر. يعني هذه الطريقة التي نقوم بعملها، ونفس الطريقة استخدمتها في مطبخي الذي شاركته معكم قديما. وبالنسبة للرفوف التي توجد في الأعلى، هكذا قمنا بوضع الألواح لصناعة الرفوف. كما تشاهدون استخدمنا السيراميك في الأسفل، واستخدمنا أيضا قطبان من الحديد، قطبان من المعدن استخدمناها، وبعض الألواح يعني بطريقة عادية جدا. بهذا الشكل يعني سوف نقوم بصناعة الرفوف. كما تشاهدون دائما الألواح نضعها باستخدام يعني وزان في نفس الأماكن التي تركناها من السيراميك، يعني تكون فارغة التي كانت على هذا الشكل. أيضا بالنسبة لصندوق الثلاجة قمنا بوضع فيه رف في الأعلى حتى يكون على شكل صندوق، وأيضا سوف نقوم بوضع رف في الأعلى، يعني سوف نقوم بوضع رفين. نقوم بصب الإسمنت، يعني إسمنت ممزوج مع الحصى يعني معروف يستخدم في الدعامات. نقوم بوضعه بهذا الشكل حتى نصنع رف يكون من الإسمنت. وكما قلت لكم بالنسبة للمطبخ الذي يوجد في الأسفل لن نستخدم هذه الطريقة، هناك طريقة أخرى سوف أشاركها معكم أيضا بالفيديو. هذا هو الإسمنت الذي سوف نستخدمه، فنقوم بصبه في الرفوف ويكون على شكل دعامة يعني قوي جدا هكذا. أعطيكم فكرة فقط يعني حتى تعرفوا كيف، يعني المهم هو التصميم يعني، وسوف ترون الشكل إن شاء الله يعني في آخر الفيديو. هذا الذي يظهر باللون الأحمر مجرد سيراميك، قمنا بوضعه هكذا، جعلنا جزء من السيراميك في هذه الثقوب، وجزء يعني قمنا بإمساكه باستخدام الألواح.
بدل ما نضع يعني ألواح في الأسفل على شكل سطح يعني جعلناها من السيراميك. هذه الطريقة يعني سوف تربحون يعني ولو أنه لا يوجد عندكم خشب يمكن استخدام بعض القطع من الخشب. وهذه الأنابيب التي تظهرون سوف نجعلها أنابيب للكهرباء، وكما ترون يعني الأسلاك تظهر هكذا. نقوم بوضع الرف وأيضا الرف الذي يوجد في الأعلى، نترك هذا الرف حتى يجف، وبعد ذلك أيضا نقوم بوضع الرف في الأعلى يعني في اليوم التالي. هكذا قمنا بملء الرف بالإسمنت ونترك الرف حتى يجف لمدة 24 ساعة. بعدما يجف الرف الأول نقوم بصناعة الرف الثاني كما تشاهدون هنا في الصورة. يعني أماكن السيراميك يعني لا يوجد سيراميك في هذه الأماكن التي سوف نضع فيها الرف. وبالنسبة لهذا الإطار الخشبي سوف نستخدمه، كان هذا الإطار الخشبي موجود في المطبخ يعني في الأول، لكن سوف أعيد استخدامه على حسب أنه كان يعني في الأسفل لأن مكان الثلاجة أخذت تلك المساحة، وسوف أزيل جزء من هذا الإطار. لن نستخدم إطار خشبي جديد، نفس القديم يعني سوف نستخدمه، وسوف ترون شكله كيف يكون. سوف أزيل جزء من هذا الإطار على حسب المساحة لأنها صارت ضيقة، لأن مكان الثلاجة أخذ جزء من المساحة. أزيل جزء على حسب قياس باستخدام منشار، يعني منشار كيفما كان، أنا أستخدم منشار كهربائي. أزلت هذه الدعامة من هذا الإطار، بعد ذلك أيضا أقوم بتقطيع الإطار من هذا الجانب هكذا يعني حتى أجعله على حسب المساحة. يعني نفس الإطار سوف نستخدمه لأن لا نريد تضيع الكثير من المال في هذا المطبخ. هكذا بعدما قمت بتقطيع الإطار جعلته صغير كما تشاهدون، نفس الدعامة أستخدمها هنا وأقوم بتثبيتها باستخدام المسمار من الأعلى. هنا سوف أقوم بتثبيت المسامير حتى يصير جاهز لوضعه في الأسفل، وسوف ترون شكله عندما نضعه في الأسفل. بعدما قمت بتركيب الإطار الخشبي وجف كل شيء يعني وحتى الدعامات الإسمنتية أو الرفوف يعني جفت، هذا هو الإطار الخشبي الذي قمت بوضعه هنا في الأسفل، وهذا هو صندوق الثلاجة. وأيضا جعلنا صندوق في أعلى الثلاجة، يعني يجب أن نستفيد من المساحة في المطابخ الصغيرة، يعني نستفيد من المساحة إلى أقصى حد، فهذا ما سوف نفعله. كما ترون هذه الدعامة الإسمنتية، وهناك الأخوة يسألونني يقولون لي كيف نجعل يعني مطبخ مبني بالإسمنت نجعله يظهر بشكل عصري، هذا ما سوف أفعله في هذا الفيديو أو في هذه السلسلة. هذه أماكن الكهرباء سوف تكون الإنارة، يعني إنارة تظهر من الأسفل. هناك مراحل أخرى سوف أشارك معكم في هذا المطبخ، كيف يتعمل الإطار الخشبي الذي يظهر في الأعلى والأبواب، وإن شاء الله سوف نجعله يظهر بشكل عصري وكأنه يعني مركب من الشركة. هذا ما سوف أشارك معكم، لكن في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأنني أقوم بتصميم مطبخان في هذا البيت، فمطبخ يعني كله من الخشب هو الذي يوجد في أسفل هذا البيت، وسوف أشارك معكم يعني في الحلقة القادمة إن شاء الله، يعني لن أتأخر. يعني بعد يومين أو ثلاث أيام سوف أقوم بتنزيل حلقة لكيفية صناعة مطبخ، وشاركت معكم بعض الأجزاء في الحلقة السابقة لكيفية تصميم مطبخ من الخشب عكس هذا الذي ظهر بالإسمنت. وإن شاء الله يعني انتظروني في الحلقة القادمة، أحيانا أضع حلقة لهذا المطبخ وأحيانا أضع حلقة لمطبخ الآخر الذي قمنا بتصميمه باستخدام الخشب فقط يعني بدون إسمنت. انتظروا الحلقة القادمة إن شاء الله بعد يومين أو ثلاثة أيام. أشكركم على حسن المتابعة، وإذا كنتم غير مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة حتى تتوصلوا بأي جديد. وإذا أردتم مشاهدة الحلقة السابقة اضغطوا على هذه الصورة التي تظهر في وجه الفيديو، والسلام عليكم في حلقة قادمة إن شاء الله.